اليوم سنعرض لكم 10 نظريات غريبة لمشاهير توفوا أو اختفوا في ظروف غامضة. 10 بوب مارلي. في عام 1981 توفي المطرب العالمي بوب مارلي. آنذاك تم تشخيص سبب الوفاة بسرطان الجلد الذي أصيب به في عام 1977، وظلت تلك هي الرواية الرسمية لوفاته إلى أن بدأ البعض يستعرض قصة أخرى لوفاة بوب مارلي يشوبها بعض الشبهات، حيث ادعى النجمان بوستر رايمز وتي بالاستناد على شهادة شخص يدعى أوكسلي ادعى أنه من المخابرات الأمريكية، حيث قال بأنه كان موكل لحقن بوب بالسرطان بواسطة حذاء تم منحه إياه كهدية، وذلك بالتكليف من المخابرات الأمريكية للحد من موجة دعم الماريجوانا التي كان يقودها بوب. في الأخير تبين أن القصة ليس لها أساس من الصحة، وأن أوكسلي ذاك لم يعمل يوماً بالCIA. أفريل لافين. النجمة أفريل لافين التي دخلت عالم الشهرة بألبومها الأول الذي أصدرته سنة 2002، هناك نظرية قاتمة تدعى بأن لافين الحالية ليست لافين الحقيقية. التفاصيل تتضمن بأن أفريل الحقيقية قد انتحرت بالفعل في عام 2003، حيث تطلق والديها مما جعل شركة الإنتاج تستبدلها بشبيهة لها والتي نجحت بالفعل في تجسيد شخصيتها. النظرية الأكثر قتامة هي أن لافين لا تزال بالفعل على قيد الحياة، ولكنها هي من قامت بتزوير وفاتها. كاتي بيري. بينما يدعي البعض أن النجمة كاتي بيري هي بالأساس الفتاة جون بينيت رامسي والتي ظهرت في عالم الفن وهي في السادسة من عمرها، تزعم النظرية أن بينيت التي قيل أنها قتلت لم تمت بالفعل، وأنها هي نفسها النجمة كاتي بيري ولكن بهوية مختلفة لسبب غامض لم يتم الكشف عنه بعد. يعتبر جيمي هندريكس واحد من أشهر عازفي الجيتار عالم التاريخ. النجم الذي توفي في حادث مأساوي عن عمر ناهز 27 عاماً يدعي البعض أنه لم يتوفى على الإطلاق، وأنه قام بتزوير وفاته ليظهر بعدها بشخصية النجم العالمي مورغان فريمان. داعمو تلك النظرية الغريبة يستندون على بعض الأمور، أولها حب كليهما للموسيقى، ثانياً الشبه الكبير بين النجمين، والسبب الثالث والأخير هو أن مورغان نفسه لم ينال شهرة واسعة ويظهر للعلن سوى بعد وفاة هندريكس. حسناً، انسى كل تلك الأسباب لأنها ليست صحيحة بالمرة. أولاً، هناك أكثر من نجم يشبه هندريكس في الملامح وليس فريمان وحاسب. ثانياً، مورغان بدأ مسيرته المهنية قبل وفاة هندريكس بست سنوات. صحيح كان ظهوره ينحصر في أدوار صغيرة، ولكنه سبب يطيح بتلك النظرية الغريبة إلى الأبد. ستيفن كينغ. وهنا نتعرف على واحدة من أغرب نظريات المؤامرة التي قد تأتي بذهنك. ستيفن كينغ كاتب قصص وأفلام الرعب الشهير هو من قتل جون لينون. حسناً، الجميع يعرف بأن لينون قتل على يد مارك ديفيد تشايمان والذي اعترف بجريمته فور القبض عليه، ومع هذا يدعي البعض بأن القاتل الحقيقي هو ستيفن كينغ، وتذهب النظرية لما هو أبعد من ذلك حيث تدعي بأن كل ذلك كان جزءاً من خطة فوز بيل كلينتون بالرئاسة سنة 1992. غريب، صحيح؟ بريتني مارفي. بينما النجمة بريتني مارفي التي توفيت بسبب الالتهاب الرئوي عن عمر ناهز 32 عاماً، أدى حادث وفاة زوجها بعد 5 شهور فقط من وفاتها إلى اختلاق العديد من القصص المريبة حول مصرع الزوجين. في البداية قالت والدتها أنها أصيبت بالتسمم بسبب وجود عفن في أساسات المنزل الذي كانت تعيش به، ولكن بعد عدة أيام ادعى والدها أنه تم تسميمها عمداً بالمعادن الثقيلة كاللانتيمون والباريوم. وبرغم ادعاءاتهم إلا أنهم لم يحضروا ولا جلسة من جلسات التحقيق في القضية. ولكن من القاتل في تلك القصة المختلقة؟ المتنورين. ولكن لحظة، لما يقوم هؤلاء بقتل مارفي؟ الأميرة ديانا. بالطبع لا يمكن أن ننسى أحد أشهر حوادث الوفاة عالم التاريخ، حادث السير الذي أدى إلى وفاة الأميرة ديانا. الحادث الذي تسبب في ظهور العديد والعديد من الروايات ونظريات المؤامرة التي تقول بأن الأميرة الشابة قتلت عمداً وتم التمويه على الجريمة بذلك الحدث. بعض من تلك الروايات تدعي بأن المغني موريسي مالا جاستد له يد في الأوامر، أو على الأقل يمتلك معلومة.
كل هذا بسبب غلاف ألبومه الذي صدر في نفس شهر وفاتها، حيث ظهر فيه يستند على سيارة وخلفه ثلاثة رجال وذراعه الأيمن مطوي في قميصه مثل نابليون. والأغنية تسمى ألما ماترز ومدتها 4 دقائق و47 ثانية. إليك الشرح. ديانا توفيت في سيارة بها ثلاثة رجال في نفق بورت ألما الفرنسي في تمام الساعة 47 دقيقة. هل حقا صدقت تلك المصادفة؟ مايكل جاكسون. ونختم مع النجم العالمي مايكل جاكسون الذي رحل عن عالمنا في عام 2009 جراء إصابته بجرعة مميتة من المخدر على يد طبيبه الخاص، الطبيب الذي أدين لاحقا بالقتل الخطأ. ومع هذا ادعى البعض أن تلك الرواية ليست سوى ستار يخفي الحقيقة، التي تقول بأن جاكسون قتل على يد المتنورين، تلك المنظمة التي اتهمت جاكسون بالتحرش بطفل في عام 2004 هي نفسها من قامت بالتخلص منه لأسباب غامضة لم يتم الإفصاح عنها بعد. حسناً، كان هذا كل شيء. والآن أيا من تلك الروايات تجده منطقي؟ أخبرني برأيك في مكان التعليقات. أراك في الفيديو القادم. إلى اللقاء.